نحب نكون خلصنا خلاص درسنا للنهاردة، واستعدوا لبكرة عشان بكرة رحلة الهالوين. ايه ده رحلة الهالوين؟ انا كنت مستنيها من زمان. ايوة، كل واحد يجي بتنكر. تمام؟ ماشي تمام. واو، المكان ده يخوف قوي، ينفع فعلا للهالوين. ايوة فعلا. ايوة المكان جميل قوي جدا. العصير ده طعمه حلو جدا. بصي ورا زراعة بامكن. صغيرة. أيوة أيوة. إيه ده، هما بيزرعوا؟ تعال نجرب. يلا يلا. انتوا ازاي بتزرعوا؟ سهل جدا، تعالوا انا اوريكي. جاية معاك. اول حاجه كده هتجيب البذور بتاعه البامكن وتحطوها ونسقيها كده. تردد. واو حلوه قوي. ايوه احلى بامكن. هتدوها كده. خدي. الله طعمها حلو جدا. ايوه ايوه انا عارف. تعالوا جربوا العصير ده، طعمه حلو جدا. طيب ماشي ماشي، هاخد دي كده. استنى بقى شوية. ماشي. واو يلا دوب بقى، طعمه حلو جدا. ايه ده بجد؟ ايوه ايوه طعمه حلو قوي جدا. ايه ده، هو ايه الحصان ده وايه اللي جابه هنا؟ ايوه هو مكان يخوف بس يستحق ان احنا نروحه. ايوه هو فعلا مكان غريب بس يستحق ان احنا نعرفه. بس حاجة غريبة، ايه اللي جاب هنا الحصان؟ ايوه فعلا حاجة غريبة جدا. بس الجو مع الموسيقى والحصان بجد حاجة تخوف. ايوه ايوه انا جعت قوي. ايوه وانا كمان، تعال ناكل. يلا يا احمد. طيب يلا تعالوا ناكل حاجة حلوة. يلا بينا. استنوا استنوا، انتوا رايحين فين؟ ده في ترابيزة مليانة حاجات حلوة مستنياكم. يا سلام، دي احلى رحلة في العالم. ايوه ياي. انتوا كمان قاعدين على الترابيزه بتاعتي بتاكلوا الاكل بتاعي وبتقولوا الاكل حلو. وكمان داخلين المكان بتاعي. ده مين اساسا؟ انا صاحب المكان ده والهالوين نفسه. واي حد فيكم هيحاول يهرب احوله بامكن. كل الناس اللي جت هنا وخسروا حولتهم بامكن، وبعدين عملت منهم حلويات من البامكن. وباكلهم. ايه ده ايه ده؟ طب ممكن نخرج؟ هتخرجوا؟
بس بشرط لازم تعملوا شوية تحديات، ولا يخسر فيكم احوله بامكن واكله. اول تحدي ان انتوا تركبوا الحصان ده وتعدوا التلات عقبات دي، ولا يقع فيكم من على الحصان هيموت. وبعدين ما توسع توقف انا ليه؟ ماشي ماشي. يلا انت اول واحد. ايه بس انا ما بعرفش اركب حصان يا عمو. وهي كده بتزداد المتعة. ما يلا ركبهم، ولا انت ايه شغلتك هنا؟ ماشي ماشي. يلا يلا. انت الزهر مش نافع في التعدي ده، يلا تعالى. شوفوا صاحبكم اتحول بامكن، ودلوقتي شوفوا ايه اللي هيحصل فيه. ايه ده لا صاحبكم راح خلاص. لا بقى كده ما ينفعش الوضع يستمر لحد كده. استنى يا تيتشر، استنى انا اخويا جات لنا فكره. استنى، هو انت ابن الراجل؟ ايوه انا ابنه. طب وايه اللي عمل فيك كده؟ اصل هو مش راضي يجيب لي هدوم جديده، وكمان حلق لي شعري عشان اكون زيه، ومش راضي يجيب لي اي حاجه، وبيعمل لي وحش جدا. ها طب ايه رايك تساعدنا ان احنا نهرب، وبعدين احنا هناخدك، يعني لو هربتكوا هتودوني مدرسة وتجيبولي كل الحاجات اللي انا محتاجها؟ ايوه طبعا، كفاية ان انت خليتنا احياء. طيب تمام، هو لما بيشرب عصير البامكن ما بيكونش شايف قدامه، وانا دلوقتي اروح اعمله عصير بامكن واقوله ان ده عصير برتقان. تمام ماشي. تمام ماشي يلا. تمام كده اديني جبت اكبر بامكن لما حطها. الحمد لله عديت بنجاح. ماشي شكلك كويسة في التحدي ده، بس على مين؟ هتخسري برضو في التحديات الجاية. بابا. نعم عايز ايه؟ جبتلك عصير برتقال، يمكن انت تعبت ولا حاجة. ايوه فعلا انا عطشان جدا، هات. اتفضل. ايه ده انا مش شايف قدامي، هو اللي حصل؟ انت اديتني ايه؟ انت اديتني عصير بامكن؟ انا مش شايف قدامي. يلا بسرعة، تعالوا هربوا يلا. ماشي احنا بجد متشكرين جدا ليك. شكرا بجد ان انت هربتنا. بجد شكرا ليك جدا، من غيرك ما كناش هنعرف نعيش. عفوا على ايه؟ عشان شجاعتك دي هخليك تتعلم في المدرسة بتاعتنا ببلاش، وهجيب لك كل الهدوم اللي انت عايزها. ايه ده بجد شكرا ليك جدا. على ايه؟ عفوا جدا. طب يا مستر وصاحبنا اللي راح؟ خلاص بقى اكله. ايوه خلاص مات للأسف، انا اسف جدا ان صاحبكم مات. انت ذنبك ايه؟ هو اللي شرير. وبكده يا أصحابي تكون انتهت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وخلاص اتقبض على الراجل الشرير وفضل في السجن طول حياته، وبعد كده احنا بنحتفل في حفلات الهالوين بس في المدرسة، ما بنروحش أي مكان. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات سجدة فوني الجميلة والحلوة. ويلا باي باي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم يا اصحابي، ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير ويلا.